أنا أعتقد اليوم شوط المفاريد بيكون خير مسك الختام، خير ختام لأشواط مفاريد المجاهيم. افتح لها الباب يا راعي الميدان، افتح للقعدان، خلها تدخل وخلها تستعرض حلاها وخلها تستعرض زينها وجمالها. جابت كلمة عندها ملاكها، أكيد أنهم اجتهدوا ملاكها، أكيد أن كل عينه على الجائزة، ما يرضى بأقل من المركز الأول. أسماء كبيرة مشاركة معنا في هذا الكرنفال وفي هذه التظاهرة، هذه التظاهرة اللي تعدت كونها تظاهرة تراثية إلى تظاهرة ثقافية اجتماعية اقتصادية علمية بحثية. الآن أصبحنا نجد بحوث وأصبحنا نشوف الحقيقة عدد من الدوريات العلمية وعدد من المجلات العلمية اللي بدأت تستهدف الإبل، وهذا بفضل العمل المؤسسي المنظم اللي يقومون فيه الأخوان في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل. الحقيقة الجهود اللي يبذلها عراب الإبل الشيخ فهد ابن فلاح بن حثلين لما يقول حنا نريد أن نضع للإبل قاعدة بيانات، ونريد أن نضع للإبل دستور يطبق في جميع أنحاء العالم. من إذن هذا المكان هو النواة، أو هذا المكان هو مركز الانطلاقة الحقيقية لهذا الدستور، وهو مركز الحديث. أيضا المتابعة المستمرة من قبل نائب المشرف العام المهندس بندر القحطاني اللي أنا أحييه واللي أنا أصب عليه بالخير، واللي يقول يا أبو علي توجيهاتكم واهتمامكم حقيقة هي مقدرة ومشاهدة للعيان. لحظة الوصول، لحظة الوصول، ما زلنا ننتظر هذه اللحظات. تعليقك عن اللقطة يا ابن كديس، لحظة فتح البوابة ودخول المفاريد. أحب أعلق على شوط المفاريد. الشوط هذا موضعه النادي لا نظرة بعيدة، نظرته بعيدة، يخدمك كمالك تبحث عن فحل تتابع الأشواط وتشارك فيها، وأنت كمالك إبل عندك قعدان نوادر في المزرعة تبي تعرضهن تبي تبيعهن تشاركهم في الشوط هذا. يعني الشوط ذو أهداف مستقبلية. 6601 مستعجل يبي التحكيم من أول عجل. هذا الشوط شوط المفاجآت بصراحة. جميع المفاريد المشاركة تعتبر أول مشاركة لهن، اليوم بداية دخول لتاريخ المنجزات لهن. عندنا 11 مفروض، أنا ما ودنا نستعجل في التحكيم، لكن نظرة الأولية مبشرة. عندنا 9 يا أبو نيس، 9 مفاريد اللي راح تعرض، 9 مفاريد اللي راح تعرض أمام لجنة التحكيم، 9. هذا مستقبل المجاهيم، الفحول مستقبل أي لون، وهذا مستقبل المجاهيم. 6600 قعود مبارك ابن عبد الهادي ابن مبارك المري، نصبح عليه بالخير. الله يحييه. 6601 6601 ملك مبارك ابن عبد الهادي ابن مبارك المري، مسميه طويق، عمره 10 أشهر، وهو ولد طبعا ولد طويق العالم بعير محمد ابن فهد العليان المري. نعم، تلاد عند المشارك. نعم، هذه أول مشاركة له. نعم، وش هالكلام هذا؟ أول مشاركة وما شاء الله تبارك الرحمن، نشوف هالحماس فيها هالمفروض. نقول حضرت الزين يا أبو عبد الهادي، والله يبيض وجهك وطويق مجمل ومجملك. طويق ولد العالم بعير محمد بن فهيد العليان المري، وطويق تلاد، تلاد عند المالك. نتمنى تلاد التوفيق للمالك مبارك بن عبد الهادي ابن مبارك المري اللي أول مشاركة له، وهو تلاد عنده من حلاله ومن بعيره، اللي نتمنى التوفيق للمالك، ونتمنى الحقيقة جميع الملاك المتواجدين معنا أن الله سبحانه وتعالى يوفقهم في حلالهم، وأن الله يكتب لهم اللي فيها الخير والخيرة. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين، وما زالت تغطياتنا مستمرة، ونبي نشوف نبي نشوف نبي نشوف أول المفاريد اللي الآن شاهدنا مبارك، شاهدنا طويق اللي استعرض بحلا واللي استعرض بجماله. نبي نشوف الآن
وش اللي بيطلع لنا على الشاشة، وش المفروض. ما شاء الله تبارك الرحمن، لقطة ولا في اللقطة هي الأجمل، لقطة هي الأروع. الله يعطيكم العافية يا مصورينا في الميدان، والله يعطيك العافية يا مخرجنا يلي تاخذ لنا هاللقطات الجميلة واللي تاخذ لنا هالصور اللي الحقيقة الواحد يحفظها معاه ويشيلها معاه وتكون في ذاكرته وتكون في الحقيقة في يعني بنك معلوماته يضيفها له. ما زلنا معكم أعزائي المشاهدين، نبي نشوف عسران ملك حمد بن عوضة بن علي المري، ولد وحيدان، ولد وحيدان، وحيدان طبعا من السلالات اللي الحقيقة احنا شفنا انتاجه وشفنا الحقيقة يعني انتاج جميل جدا على وحيدان. هذه هي بطاقة وحيدان، بطاقة عسران اللي الحمد بن عوضة المري، عمره قعود 7 شهور. ولد وحيدان، وحيدان طبعا فحل من الفحول اللي يمتلكها عبد الرحمن بن محمد بن دحروج. الفحل هذا وحيدان هو أصلا على السلطان، على فحل اسمه السلطان من فحول الأمير متعب، وأبوه وحيدان المعروف، وأمه من إبل عبد الرحمن بن محمد بن حمد بن دحروج، وانتقلت إلى حمد بن حمد بن عوضة المري. وحيدان لسمو الأمير متعب الله يرحمه ما زال نشاهد له فرديات ومن سلالته، وهو يرجع لابن جهيم، لابن جهيم وحيدان وحاكمان الفصام اللي هي سلالة الفصامية، أغلب ما شاهدنا في المجاهيم منها. والله الحقيقة أنا أشوف أنه الآن المجاهيم أصبحت هي الاستثمار الحقيقي الآن، وأصبحت الحقيقة قادمة بقوة. لا يكاد يخلو شوط من سلالة وحيدان أو سلالة الفصام، هذا اللي ملاحظه في الأشواط المجاهيم. على طاري الفصام يا مقعد وبارك وليهون أبو ثامر، في حضور العبد العزيز بن عبد الله بن سليم في حاكمان، القعود رقم 2421، ولد حاكمان الفصام ومشترى من محمد عبد الله الفصام. بيض الله وجهك يا عبد العزيز وعلى هالحضور الطيب، والله يوفقك وجميع اخوانك المشاركين. الحقيقه عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن سليم اللي جايب لنا حاكمان، المفروض حاكمان اللي يحمل الرقم 2421، مفروض عمره يعني عام أو ما اكتمل بعد العمر، ولد حاكمان الفصام. الفصام طبعا من الأسماء الكبيرة، هو مشترى من السيد محمد بن عبد الله الفصام، كان ضمن الصفقة الأخيرة اللي شرها عبد العزيز بن عبد الله، اللي شرى 15 فردية أو 15 فردية وقعود. القعود هذا هو القعود اللي مشارك الآن معنا، اللي نتمنى له التوفيق. عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن سليم من المستثمرين القادمين بقوة، ناوي إن شاء الله هالسنة هذه إنه نشوف له مشاركات في أشواط الخاصة بالمجاهيم. يقول أكثر من 15 سنة تجميع فلبل، ولما قرر المنافسة بدأ من سنتين قاعد يحضر على مستوى المنقيات، تحضيره على مستوى المنقيات هذا يعني انه هو قادم بقوه وراح يحقق رقم ان شاء الله. الرقم هذا راح ينومسه وراح يعطيه ان شاء الله. المجمول بن سالم بن مجمول الدوسري مقدم لنا الفردي فهيان الرقم 7041. فهيان ولد فهيان، ابوه حائز على المركز الثاني بالنسخه الثالثه من مهرجان الملك عبد العزيز، له مشاركات في شوط كاس النادي في النسخة الرابعة، وحصوله حصل مع أمهاته على المركز الخامس في مزاين الظفر أيضا، والمركز الرابع والخامس في شوط التميز. حضور طيب للمجمول في فاهيان، وبيض الله وجهك يا المجمول. المجمول الحقيقة من الأسماء الكبيرة، من الأسماء اللي الحقيقة احتل مساحة جيدة وحقق العديد من المراكز. فاهيان مفروض، ولد فهيان الحائز على المركز الثاني بالنسخة الثالثة من مهرجان، المؤسس هو تلاد، له مشاركات أيضا في شوط كاس النادي في النسخة الرابعة، ومحقق أيضا مراكز متقدمة
خليجية في الظفرة، وعنده بعد ما شاء الله تبارك الرحمن. أنا لما أستحضر المجمول أو لما يجي ذكر المجمول راح يرتبط بعدد من البكار المعروفة اللي هي الفاهية ومشعوفة والحرصة، اللي الحقيقة حقيقة مراكز في أشواط التميز من خلال مشاركاته في دول الخليج العربي. إيش رأيك بهالكلام هذا يا ابن كديس؟ المجمول يعني صاحب الفردي اللي جاب هالمجمول، المجمول صاحب الفحل فاهيان، نصبح عليه بالخير، وله مشاركات في الظفرة وحصل على المركز الأول في الظفرة، والفحل حاصل على المركز الرابع في مسابقة الفحول. وصاحب تلاد مشهور، وسلالة الفهيانية هذه لها مشاركات في تلاد ولها مشاركات في الظفرة، وأقول بيض الله وجهك يا المجمول، المجمول مجمل دايم. أيضا حمد بن عوضة المري جايب لنا الفردي رقم 3664 عسران. عسران أبوه ولد قعودان السيح لابن مطر المنصوري، وأمه طبعا من ابن مبارك بن عويضة بن مبارك القحطاني، وهذه طبعا الناقة منتجة أصلا عند مبارك بن عويضة، ونشوف إنتاجها عسران اللي موجود، واللي أكيد أنه حمد بن عوضة المري يختار من الفرديات ما هو أجمل لضمان الفوز وأيضا لتحقيق الرقم اللي وهو بثامر طال عمرك أصغر المفاريد المشاركة. نعم 6 شهور عمره. نعم. هذا أصغر مفروض طبعا بيعت على يعني على ولد قعودان بيعات جميلة جدا، على ولد قعودان بيعت بيعات جميلة جدا. هذه أول مشاركة، هذه أول مشاركة ما شاء الله تبارك الرحمن، هذه أول مشاركة. خلينا نشوف بس نشوف الجرافيكس اللي طلع قبل شوي، نبي نشوف الجرافيكس اللي طلع قبل شوي. أنت من الحماس والتعليق على الشوط راح بك الزين للقعدان. القعدان كله ما شاء الله مزين، رقم الفردية 2421، الفردية 2421، عطونا بياناتها. مشترى من السيد محمد بن عبد الله الفصام اللي احنا تكلمنا عنها، اللي تخص عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن سليم اللي شارك فيها، اللي مشترى من الفصام. الحقيقة بن سليم شارك لنا 15 فردية وقعود، هالقعود هذا اللي شراه من الفصام هو اللي قاعد يعرض الآن أمام لجنة التحكيم، لم يفصح الحقيقة بالمبالغ رغم أنه حاولنا التواصل معه عن قيمة المبالغ، لكن نقول عسى الله يكتب له اللي فيه الخير والخيرة، وعسى الله يربحه، والبايع والمشتري كله رابح، كلهم رابحين ما شاء الله تبارك الرحمن. 6500 ما شاء الله، أجبرنا نطلع بطاقته، استاهل، أجبرنا نطلع بطاقته، نقول ما شاء الله تبارك الرحمن. حمد بن عوضة المري، حمد بن عوضة المري لا يخلو شوط إلا نشوف له مشارك فردية فرديتين 3-4 ما شاء الله تبارك الرحمن. الأصل ولد الوافي الغضيض، ولد وافي بن قروش ما شاء الله، وأمه بنت الوافي، يعني جايبنا الحلة من الجهتين، من الأم ومن الأب، وأول مشاركة له، والقعود مسيوم 1,800,000. طبعا الفحل حمد بن الفحل الوافي عمره 10 شهور، اتجه إلى حمد بن عوضة المري، وهو ولد وافي الغضيض، ولد وافي بن قروش، وأمه بنت وافي أيضا بن قروش. هذه أول مشاركة بالوافي في الصياهد هذا العام، نتمنى التوفيق للمالك والمشارك طبعا، يعني صاحب إنجازات وفي سجله العديد من الجوائز، ويعتبر داعم حقيقي للمزاين، وداعم حقيقي الحقيقة للإبل وقطاع الإبل في المجاهيم تميز كثير. حمد بن عوضة المري جايب لنا، خلينا نشوف حمد بن عوضة المري المرة هذه منه جايب لنا المرة هذه 70-44، نشوف الفردي رقم 70-44 اللي جايبه حمد بن عوضة المري، ومنافس فيه وداخل فيه. إن شاء الله أنه نتمنى التوفيق للجميع، ولا شك أنه كل المشاركين معنا في مهرجان الملك عبد العزيز هم فائزين ما شاء الله تبارك الرحمن، لا إله إلا الله.
على 70-44 سويدان. سويدان مفروض السن العام الحمد بن عوضة المري، على سويدان بعير عبد الله عبيد بن صالح المحطنة المري، ومهناقة فردية وصلت أسعار كبيرة السوم لها ولكن لم تباع. هو ثلاث في النسخة الخامسة أبوه حصل على المركز الرابع في البعير وإنتاجه، والنسخة الخامسة الرابعة حصل على المركز الرابع في البعير وإنتاجه في النسخة الرابعة من مهرجان الملك عبد العزيز. ما شاء الله تبارك الرحمن. إذن نشاهد الآن 70-44 سويدان اللي يستعرض أمام لجنة التحكيم. ما شاء الله تبارك الرحمن، عمره مفروض يعني أقل من عام واحد. ولد سويدان الساعي من طبعا سويدان الساعي هو على سويدان بعير عبيد بن صالح مخضبية المري، وأمه طبعا ناقة فردية كان يمتلكها الساعي، وصلت أسعار خيالية ولم تباع لأنها تعتبر من البل المنتجة ومن البل الحقيقة اللي إنتاجها شاهدناه وشفنا لها إنتاج. نتمنى التوفيق. لحضور قوي قوي القعود هذا ما شاء الله تبارك الرحمن، في تميز في العرض للساعي، وفي تميز في العرض لبن سليم، وفي تميز في العرض للمجمول والحمد بن عوضة المري. شوط مميز، نسأل الله لهم التوفيق جميعا. أسماء كبيرة كلها تتنافس من أجل الحصول على اللقب. نشوف الآن الفردي الآخر المشارك معنا 88-99-88 حاكمان 88 من دولة الكويت الشقيقة، من دولة الكويت، وما ندري عن 88-99 هل بيحمل الجائزة ويوديها مع أهل الكويت، ولا بتبقى في المهرجان يستلمونها المنافسين الآخرين. مبارك بن علي بن سالم المري عمره 10 أشهر الحاكمان الفردي المشارك فيه، أبوه ولد حاكمان الفصام، وأمه بنت بعير الحول المرة. بين الحول وبين الفصام كلها بنوك إنتاج وكلها بنوك معروفة يا بن كديس. نصبح على أهل الكويت ونصبح على مبارك بن سالم. والمشاركة اللي خارج المملكة ما دلت على المشاركة، ما دلت على نجاح المهرجان. ما في أحد من خارج، كل من دول الخليج طال عمرك. لا بس من أن شعب واحد، الكويتي سعودي وسعودي كويتي، لكن نجاح المهرجان هذا المشاركة الكويتية دليل على نجاح المهرجان. وحاكمان أبوه حاكمان الفصام، والقعدان هذه مشاركة فيها اثنين من حاكمان الفصام، ولا تخلو سلالة مشاركة في الأشواط هذه من سلالة الفصام. طبعا الفحل هذا ذات الفردي هذا حاكمان اللي هو ملك مبارك بن علي بن سالم المري، سيم قبل الدخول مليون، قبل 120 ألف صغير بعمره 120 ألف مسيوم، يعني بدايات أول الغيث قطرة. الآن بعد المشاركة راح يتغير هذا الرقم بالتأكيد، ولو تابعنا هالقعود هذا راح نشوف تغير كبير في هالرقم هذا إن شاء الله. نتمنى التوفيق للمالك مبارك بن علي بن سالم. القعود حاكمان اللي يملكها مبارك مشارك في مزاينات فرعية وفي رصيده أوشحة ومحقق الإنجازات. نتمنى التوفيق للمالك مبارك بن علي بن سالم المري. أيضا شاهدنا السلطان، السلطان كان الرقم 6898. السلطان نعم. ملك محمد بن علي بن بخيت المري من الأسماء أيضا المعروفة. نعم عمره 7 أشهر، ولد السلطان، بعير أبو ساق الجابر، ولد وحيدان الأمير متعب بن عبد العزيز. أول مشاركة له 6898 الرقم 6898 هذا رقم الفردي. السلطان عمره 7 أشهر، ولد السلطان، بعير أبو ساق الجابر، ولد وحيدان الأمير متعب. هذه أول مشاركة. تخيلوا كان شاريه 30 ألف هو صغير أو قبل 3 شهور، خلال 3 شهور وصل سومه الآن 150، يعني دبل 5 مرات. نتمنى التوفيق، يعني الآن هذا هو الاستثمار الواعد، هذا هو الاستثمار القادم بقوة، استثمار بدون ضرر وبدون أخطار، يعني استثمار مأمون. كل الشكر والتقدير لكم زملائي فهد بن عيسى المطيري، زميلي مقعد بن كديس، سعدت بصحبتكم. كل الشكر والتقدير للأخوة المصورين في الميدان اللي الحقيقة تحبونا بأجمل الصور وبأروع اللقطات.
سعدنا بصحبتكم، نتمنى إن شاء الله أن نراكم غدا إن شاء الله مع عرض آخر وفي حدث كرنفالي آخر من هذا المهرجان، من أرضية مهرجان الملك عبد العزيز. ننتقل إلى الأخوان في عربة البث ونشوف شو محضرين لنا. من كدر ما في قلوبنا لرمال هالعذرة غرام، ما ودنا حتى الهوى يشتال ذرة من ثرى، جانا معزي في يمين.